التظاهرات هذه ورقة قديمة جديدة يستفيد منها النظام في سوريا لإظهار للغرب والعالم حجم التأييد الشعبي له. فعبر فيسبوك حيث يدعو المعارضون إلى التظاهرات، دعا الموالون هذه المرة إلى تحرك واسع في قلب العاصمة دمشق عبر صفحة وطني سوريا، وتوافد الألاف إلى ساحات السبع بحرات وسط العاصمة معلنين دعمهم للوحدة الوطنية وشكرهم لروسيا والصين وإدانتهم للمجلس الانتقالي الذي أسس في اسطنبول ورفضهم للمؤامرة على سوريا. مقابل الأجواء في العاصمة دمشق التي تغص بالموالين أجواء حرب حقيقية في أحياء حمص، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سماع أصوات انفجارات قوية ترافق مع إطلاق رصاص كثيف، وأشار المرصد إلى استمرار حملة الدهم والاعتقالات. وفي دوما في ريف دمشق سمع دوي انفجار ضخم ترافق مع انتشار أمني كثيف في شوارع المدينة وفرض حظر للتجوال. يأتي ذلك فيما نفذت قوات الأمن حملة مداهمات واعتقالات في مدينة مارع الواقعة في ريف حلب أسفرت عن اعتقال 23 شخصا. من جهة أخرى، أعلن المحامي ميشيل شماس أن القضاء السوري قرر الإفراج بكفالة عن المعارض البارز وليد البني. تزامن هذا القرار مع صدور مذكرة توقيف بحق الناشطة ملك شنواني بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة. وفي موازاة ذلك تواصل المعارضة التعبئة لاستمرار التظاهرات المناهضة، ونظمت تحركات جديدة في مدن ومناطق لم تشارك من قبل، كل ذلك على وقع حركة مستمرة للمعارضين تهدف إلى جلب اعتراف دولي بهم في وقت يرى محللون أن الطوق الاقتصادي والعقوبات على النظام السوري تضعه أمام تحديات حقيقية تزعزع ركائزه.